فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الآن هناك من المسلمين من يقول إن العيش في بلاد الكفار هو أفضل من العيش في بلاد المسلمين، لأن المعيشة في بلاد المسلمين فيها ضنك وضيق في العيش، وأصبحوا يسافرون إلى بلاد الكفر كلاجئين، هل يجوز هذا العمل؟ لا، ما يجوز هذا العمل، هل يفضل بلاد الكفار على بلاد المسلمين؟ هذا نسأل الله العافية، هذا يفضل الكفر على الإيمان والكفار على المسلمين، لا يجوز هذا. لكنه إذا ألجي أو كان في بلاد الكفار ولا يقدر على الهجرة فهو معذور بشرط التمسك بدينه وإقامة دينه حتى يتيسر له الهجرة، أما أنه يستقر فيها عن رغبة وعن لأنها فيها رخاء من العيش أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز، هذا يؤثر الدنيا على الآخرة، وهذا يسيء الظن بالله، يظن أنه لاجئ البلاد المسلمين يموت جوع أو ما حصل له شيء، يحسن الظن بالله عز وجل، ومن يتوكل على الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، نعم، ويرزقه من حيث لا يحتسب.